أعلنت ألفت كامل رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات الداخلية لائتلاف دعم مصر فوز المهندس محمد السويدي برئاسة الائتلاف بالتزكية. وخلال كلمتها بالجمعية العمومية كشف عن حضور وتسجيل عدد 264 نائبا من أصل 348 لهم حق التصويت بنسبة تزيد على 65 لتعلن اكتمال نصاب الجمعية. وأعلنت كامل ما تم من إجراءات على الجمعية العمومية حيث تم عرض اللائحة الأساسية للائتلاف وعرض محضر المكتب السياسي للائتلاف والذي بموجبه تم تشكيل اللجنة الثلاثية للانتخابات وكذلك عرض الخطوات المتبعة من فتح باب الترشح من السبت وحتى غلق باب الترشح.